فرنسا بلد سبقانا هي بكتير يعني، وبلد اوروبيه. خلوني اسال الاعلامي خالد شقير. استاذ خالد، نظام التعليم في فرنسا بيدرس اللغه الاجنبيه من يعني الروضه والمرحله الاولى او التعليم الابتدائي، يعني ما يقابل التعليم الابتدائي عندنا؟ مساء الخير استاذ اماني، تحياتي لحضرتك. بالتاكيد يعني في البدايه حبيت يعني اخد من المقدمه بتاعه حضرتك ان اي تغيير بيتم بيحاولوا بيهاجم او بيقابل بالهجوم. هنا الرئيس ماكرون حضرتك تعرفي انه كان متزوج من مدرسته، وانه في يعني من ضمن مقترحاته اعاده دراسه يعني التربيه الوطنيه او ماده التربيه الوطنيه وموضوع الزي الموحد. وهنا ايضا هاجمه الكثيرون ومن يعني المعارضه الفرنسيه. بالتاكيد التعليم في فرنسا هنا بيقوم على عده عوامل او مبادئ اهم حاجه فيها هي مجانيه التعليم والزاميته. يعني مهم جدا ان نعرف ان فرنسا التعليم اجباري من سن 3 سنين، بيبقى في حضانه من 3 لـ 6، وبعد كده في المرحله الثانيه اللي هي بنسميها هنا الماترنال، طبعا بتبقى من برضو من سن 6 سنين لـ 11 سنه، وبعدين الكولاج من سن 11 سنه ل 16 سنه. بيتعلموا اللغه الاجنبيه من سن قد ايه؟ بيتعلموا اللغه الاجنبيه من المرحله الابتدائيه، وفي بعض المدارس الخاصه بيتعلموها في الحضانه عادي، ولكن معظم المدارس العامه بياخدوها كماده ثانيه في اعدادي وفي ثانوي زي احنا ما كنا بندرس في مصر زمان. يعني العمليه كلها بيهتموا جدا 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 استاذه اماني لو سمحتي بالمدرس، وبصفه خاصه المدرس الابتدائي بيمر. طيب انا بس اصل مش بناقش الموضوع كله، انا بس عايزه النقطه دي تصل للمصريين، يعني ان الامم اللي عندها حضاره لازم تحافظ على لغتها لان اللغه هي الحضاره. الفرنسي يتقن الفرنسيه قبل اتقانه لاي لغه اجنبيه، هل ده اللي حاصل عندك؟ ده طبعا اللي حاصل عندي، وبيهتموش باللغه الثانيه. وعلى فكره حتى في الشارع في تعاملك، لو انت جيتي زورتي فرنسا حاولت تستخدمي اللغه الانجليزيه في الشارع محدش هيرد عليكي، لان اعتزازهم بيردوا عليكي باللغه الفرنسيه، لانهم معتزين جدا 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 بالثقافه الفرنسيه وباللغه الفرنسيه، وبيقولوا ان هناك عقده من ايام نابليون بونابرت بين الامبراطوريه الانجليزيه والامبراطوريه الفرنسيه، اللي كان صراع كبير جدا بين فرنسا وبين انجلترا، وما بيعتبروا اللغه الثانيه والثالثه دي حاجه زياده بتضيف الى الشخصيه الطالب الفرنسي. خليني اشكرك شكرا جزيلا. سامحني انا بس معنيه بالنقطه دي، واكيد هنعمل حاجه يعني متعمقه اكتر وحضرتك تكون معانا. بشكرك شكرا جزيلا الاعلامي المصري المقيم في فرنسا الاستاذ خالد شقير. عايزه اقول لكم الحال نفسه في المانيا، علشان بعض الاصوات الاعلاميه اللي هي بتتكلم كتير قوي دي بتقول لكم طول الوقت الانجليزي اهم حاجه في التاريخ، الانجليزي احسن حاجه، الانجليزي يعني الشياكه، الانجليزي. ادي الفرنساويين، بس عشان تبقى الحكايه واضحه، الحفاظ على الهويه اللي هو السؤال اللي فجرته 25 يناير وكان مفاجاه لكتير، هو ازاي وصلنا ان مش عارفين نكتب عربي كويس، وان الطبيعي ان احنا ندرس اللغه كلغه مش تموت اللغة الأم، وموت اللغة الأم يعني موت الدين لأنك بعد كده مش هتعرف تقراه. طيب خلوني أوريكم في ألمانيا. ألمانيا نفس النموذج الفرنسي ده. الألمان، عايز أخد لكم بس بوست سريع كده، حنان بدر بتقول في بوست كتباه، بتقول قرأت كثيرا عن أضرار تعرض الأطفال للغات كتيرة مبكرا على التكوين المعرفي للعقل دون أن يكون هناك ضرورة لذلك، كالعيش خارج الدولة أو وجود أب أو أم بلغة تانية، طريقة مدروسة منهجية لتعليم اللغة الأجنبية. الطريقة التي يتعلم بها أطفالنا في مصر اللغات الأجنبية تجعلهم لا يتحدثون لغة عربية سليمة ولا يتحدثون لغة أجنبية سليمة، بل خليط مكسر من كليهما، خليط متفرد لا أسمعه إلا في مصر، ومديانا نموذج من عينة انت نوتي. دي الناس اللي بيتم عمل الكوميكس عليها، لما بيعملوا كوميديا على بعض الدول الناطقة بالعربية
فيجيبوها بتتكلم كلمه عربي وكلمه انجليش، بيتكلم كلمه عربي وكلمه فرنسي، كلمه عربي وكلمه دويتش، عشان كده الهويه. انا بقى عايزه اشوف العقل فيه من يمثلون الشعب، لان السوشيال ميديا دي كاذبه ومش هينفع نقيس عليها.